عليكم اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مهم اخواتي الكريمات، اليوم ان شاء الله غادي نبدا معكم الفيديو كما العاده، دائما مع اسماء الجديد، دائما الافاده والاستفاده. اخواتي الكريمات، بغيت نقول لكم كيف ما حنايا هنايا كنجريو على طريف الخبز، كيف ما حنا هنايا كنبغيو ننميو راسنا ونخدموا على راسنا هنا في الغربه، كيف ما كاينين بعض الناس اللي في المغرب كيبغيو يطوروا من راسهم، كيبغيو يخدموا على راسهم وكيبغيو يوصلوا لواحد النيفو اللي هو زوين. مهم بالنسبه لواحد الاخت كدير داكشي ديال الصياغه، كتصايب بحال كتصايب لك الجوهر، كتصايب لك مثلا بغيتي شي سنيسله هكذا فيها السنيه ديالك، كتخدم بالذهب بالنقره بالاحجار الكريمه اللي تاهما ملي كديريهم كيخلي واحد الطاقه زوينه بزاف في الجسم ديالنا، وفيهم بزاف نتاع الحوت نتاع المنافع اللي حنا غنكونوا ما عارفينهاش. مهم اخواتي، هاد السيده هادي كاينه في بني ملال وكدير لا ليفريزون في المغرب كامل وحتى في خارج المغرب، واللي بغات مثلا تشري عليها السلعه وتعاود هي فيها البيع مرحبا. مهم اخواتي الكريمات، كيف ما قلت لكم هاد السيده هادي كنحييها بزاف، وتحيه للمراه المغربيه فين ما كانت، وتبارك الله على العيالات ديالنا اللي عندهم الصنعه في يديهم واللي كيزيدوا القدام واللي حتى حاجه ما كتهرسهم. مهم اخواتي الكريمات، كيف ما كتشوفوا معايا، اللي بغات شي حاجه توصل معايا، نعطيكم النمره ديالها اولا الصفحه ديال الانستغرام ديالها توصلوا معها. راه كتصاوب داك الشيء غزال كيحمق، كيف ما قلت لكم جوهر، احجار كريمه، اي موديل بغيتوه طبعوا لكم، يا كان بالذهب بالنقره كتصايبوا لكم، اي دبلومه او اي حاجه كتصايبها وعندها الخدمه فنه من ديكشي ديال الرفيع، يعني مراونس. كتعرفوا على المراه المغربيه راه فحله، المراه المغربيه تبارك الله ما شاء الله عليها مراونس. مهم اخواتي، كيف ما قلت لكم غنبداو ان شاء الله الفيديو. اختكم غادي تمشي، غادي نشرب واحد الكويزداتين سخن صارني راه البارده البنات. المهم ان شاء الله ونكملوا الفيديو. اليوم الفيديو غادي يكون زوين بزاف، والبنات كنتو كتسولوني ما الفرق بين المانيا وبلجيكا. انا اليوم غنعطيكم الفرق، شنو اللي حسن وفين اللي حسن، والمساعدات وكيفاش الالمان المساعدات ديالها، وكيفاش المعيشه في بلجيكا، وشنو هما السلبيات في بلجيكا والايجابيات، وكذلك السلبيات والايجابيات في المانيا. المهم خليكم معايا. المهم اخواتي، غتموتوها بالضحك، مشيت زعما غنجلس يلاه درت ديك الرجل فوق رجل بحال هكا البنات باش غادي نشرب داك الكويزداتين نطلعو شويه المورال. بقيت غير المهم كيف ما قلت لكم نجلس نترولاكسا غير مع راسي. حتى كتعيط لي من تحت بناتي، ديتهم لابيسين حطيتهم، كاين لابيسين هنا البنات سخون، دابا نحط لكم العنوان صافي. قلت نخليهم هما يدوزوا النهار ديالهم، عوض اللي غيبقاو جالسين ناعسين غير هنا في الدار ما كاين ما يدار، نديهم لابيسين. ديتهم لابيسين مشيت انا حتى انا عندي شغلي ما نقضي. هي تعيط ليا بنتي قالت لي راه قالوا لك خاصك تكوني معاها لان عندها 6 سنين خاصك تكوني معاها. ايوا عاد البنات لقيتوني جبت البوركيني وجبت الروينه ديالي فيه اوضيله فيه ريحه البحر باقا فيه الرمله. ها انتم البنات انا جبتو، غادي ندير ليه بحال هكا وغادي نديه معايا وغيصدق البلانش قال لك سير غير فين مشاك الله. دابا غادي نهزو البنات وغادي نطير غادي نمشي لعندهم صافي. غادي الا لقيت ممكن ندير نصور لكم راه غنصور لكم، الا غادي زعما نهز التليفون تما وغادي نوريكم بالنسبه حتى لكم نتوما. الوليدات راه كيدخلوا غير ب 50 سنتيم، ادولت وصل الكبار ادولت ما عرفتش بشحال كيدخلوا، جوج اورو وجوج اورو 50 و 3 اورو الله اعلم. حتى نمشي نعطيكم انفورماسيون نوريكم، راه جاي غير في شارع العرب راه غير هنا انا عندي في الدوره. غادي نمشي دابا عند بناتي راهم واقفين، ما بغيتش نخسر خاطري الخاطر لبنيتي مسكينه الصغيره فرحانه. غادي تمشي وتا انا نمشي نترولاكس ثاني شويه. مهم اخواتي خليكم معايا ما تمشيو فيا. شوفوا البنات ما خلاوش بنتي تدخل تجي ماماها. يلا البنات. مهم اخواتي كيف ما كتشوفوا انا جيت البنات، ها شوفوا درتها هنا، حتى الفوطه ما جبتهاش، الفوطه عند بنتي.
شتي الحاجه اللي كتكونوا هما ضاربين شليه الحساب وراه هي هذه. راه بناتي فين واقفين؟ هالو تعطلت عليهم بيد ما انا مشيت للدار وهزيت هذاك الشيء. المهم البنات هانتوما كيف كتشوفوا انا اول مره غندخلوا بناتي كنديهم ليه كيجيو ليه، ولكن انا ما كنمشيش كيمشيو مع باهم. انا عمرني جيت ليه ما مسالياش ليه. ايوا دابا انا جيت بزز عليا، انا غادي ندخل وغادي نوريكم ونعطيكم معلومه. هو هذا البنات ديال اليو بولشت خاصه، حتى اللي بغات تجي مشي بلاصه ها هو الاوبان، كتهبطي من هنا وكتجي من هنا الا زعما راكي في النواحي. هانتوما هو هذا، هذه هي الدخله نوريكم اخواتي الكريمات. شوفوا ما شاء الله البنات، ها هو هو هذا لابيسين، عرفتو سخون، عرفتو واحد البوخه بحال داخله للحمام، ما عرفتش بناتي فين مشاو. المهم قطعت البنات انا وبناتي 9 اورو، 2.50 انا 2.50، وهذه وقيلة شحال شحال اميره الصغيره كلهم 2.50، انا 4 اورو البنات. الشخواتاتي هانتوما دابا هادو منين ديروهم ما ترميوهمش، خليوكم باش تخرجوا بهم، فهمتوا البنات؟ هذا ديال اباكسي هاني سكوت، هذا البنات ها هو كديروا بحال هكا. نتوما البنات هادو ملي تساليو بهم تدخلوا حطوهم في الصاك حيت غتخرجوا بهم، الا ما الا تلفتوهم البنات ما عندكمش فين تمشيو. المهم هنايا لي فيستير، هنايا الفيستيرات ديال فين كيبدلو وكيلبسو. دابا انا غنمشي نلبس على سعدي ويامي، واش غادي ندير؟ اللي عندو الدراري موت معاهم. هما شوفوا لي فيستير هانتوما، هنايا كتجلسي وكتسدي عليك الباب، يعني ما عندكم البنات مناش تخافوا، كتسدي هنا الباب، هادي كتسديها بحال هكا صافي. انا هادي هي بلاصتي اجي نور كوم. هنايا فين كتعلقي هادي سكوت كديري بحال هكا البنات، شفتوا الشومبرا ها مسدوده من جوج البيبان، هنا فين تعلقي فين كتعلقي البيبان عليك مسدودين، ماشي دوك الفيستيرات اللي كيكونوا محلولين، حيت هاد لابيسين مخلط ديال الرجال والعيالات وفيه غير الالمان. كيف ما كتمشيو للبحر في المغرب مخلط، كيف ما تجيو لابيسين مخلط، كتلبسي البوركيني ديالك. غنلبس البوركيني ديالي الحجاب ما كاينش اللي يهضر معاك، اصلا كانت واحد المغربي خدام هنا شفتو ها نتوما ها بنتي الكبيده ديالي غير حط هنايا حطيه هنا تنجمعوه. المهم اخواتي انا غادي نلبس ونرجع لكم. كيف ما كتشوفوا معايا هذا البوركيني ديالي، تقدري تدخلي بالبوركيني ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش اللي يقول لك علاش دخلتي بالبوركيني. المهم اخواتي هذا الشيء راه غديرته هنايا صافي البنات، غادي نديروا هذا الشيء هنايا في هذيك العيبه ديالي هنايا، هاد المستلزمات ديالنا اللي هنا الكبيدات ديالي غادي نديروا في كابينه اللي هو ديك العيبه ديك الصناديق اللي كتسدي عليها. صافي البنات هاد الشيء اللي عطاه السوق، انا غادي ندخل داخل وغادي نوريكم وغنقول لكم شنو هنايا. هادي هانتوما كيف ما كتشوفوا هادي النمره 59 هنايا، غادي ندير هنا الحويجات ديالي. اجا اميره نوريك غرفه عندك الحويجات هنايا، اجي من هنا هانتوما البنات هنا الحويجات ديالنا ما كاينش اللي غيلبسهم لك، ولكن هذا باش يدور هاد السيرت خصو اورو البنات، خصك ترمي هنا اورو ملي كتحلي عاوتاني كترمي هنا اورو. انا غنشوف البنات هانتوما البنات هنايا 59، شوفوا هذا داير بحال البولسير. دابا هذا منين نسالي غنشدو في يديا، شفتو داير كي كورميطا هنايا، غتجيو هنا ديرو اين اورو وغادي تسدو. انا دابا هذا غنسدو، شتو دير بحال البولسيره غنسدو في يدي. ها انتم البنات شوفوا كيفاش كيتسد هكا باش كيبقى في يدك، يعني فكره زوينه حتى الناس ديال المغرب اللي عندهم هاد المشاريع وجا في يديكم هاد جا في يديكم هاد الفيديو. ها ها انتم شفتوا هنا الساروت ها هو النمره 59 صافي اخواتي. دابا غادي ندخلوا انتم البنات كتجي لهنا باش كتشلي، يلا ماما يا باش كتشلي هنايا البنات زوم اخنا ها علي سكوت. انتم البنات عاد باش كتدخلوا لابيسين شتو وسخون ها علي سكوت هنا البنات غتقولوا لي واش يخليو لك التليفون، انا غادي نوريكم الا ديرونجاني غادي نمشي نحطو نمشي نعومو شويه، غادي نغني لكم شويه الاجواء ونحط التليفون. هانتوما البنات هانتوما خصكم ديروا بحال هانتوما فيه داك هذا هنايا ديال البنوتات الصغيرات. المهم
المهم البنات هذوك اللعيبات اللي كيداروا هنا راه عندهم اللي بغى يديرهم حاطينهم تما. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو لابيسين ديالنا، وانا جبت التليفون باش نضربوا شويه تصويرات. صافي بناتي البنات ساليت معاهم، حطيتهم البنات في الدار. وخواتاتي انا جيت هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا الافباك، راكم عارفين قالك سير غير فيهم الشكل. الله كيف ما قالت لي واحد المتتبعه ديالي، قالت لي عاودي لهم المساعدات البنات واعطوني الاراء ديالكم. قالت لي عاودي لهم المساعدات. المهم الغزالات ديالي عاودي لهم هذوك المساعدات، وعاودي لهم الحامل ملي كتكون حامله اين مساعدات مشي ليها واين بلاصه وكيفاش وعلاش. البنات هادشي كله في قناتي، ولكن الا بغيتو نعاودو لكم نعاودو لكم. ومني قالت لي بحال هاد الكلام بغيت نقول لكم راه افباك هذا راه كاين في دورتموند جهه كاوفلاند البنات. ها هو البنات كيهزوا كيشريو بالكرو ولا كتشري بالوحده، يا اما كتشري بالكرو يا اما بالوحده. هذا عنده حوايج اللي زوين، عنده الكونخيلاسيون يعني عنده داكشي الحوت، عنده بزاف نتاع حوايج غنتقاسمهم معكم بالنسبه للناس الجداد اللي ما عارفينوش، اولا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يجيو لدورتموند وكيبغيو يجيو لشي بلايص هكذا يستافدوا منهم. هادو هنايا كيجيو غير صحابين هكذا اللي عندهم مشاريع عندهم ريستورات. وكذلك دايرين لنا حتى حنايا البنات الا بغينا حتى حنايا ناخذو ناخذو. الغزالات ديالي هذه هي الدخله كيف ما كتشوفوا، هنا كاين الطحين وكاين السميده وكاينه البنات بزاف نتاع الحوايج. خواتاتي حتى تقولوا لي الشده كيف جاتني ديال الدره، رانا تقاسمتها معكم في انستغرام، كنت في واحد الحفل والبنات اللي شاركتوا معكم في الانستغرام في الستوري، وكنت شريت هاد لي فولاغ، هاد النوع ديال لي فولاغ اللي بحال هكا يعني كيجيو كيلصقوا على الوجه، جاوني في شكل البنات. انا كتعجبني ديك اللعيبه اللي كتكون بحال هكا باش كتكون الفناره مزيانه. المهم جدات لي على حنا كي مع وجهي مدور، المهم تقولوا لي هاد الشكل ديال لي فولاغ كيجاني. البنات شريت فيهم شي ثلاثه نتاع الالوان في هاد الشكل، وواحد جوج ماركات اخرين في شكل اخر. بالنسبه اللي ما عندوش الانستغرام ديالي مرحبا بكم اخواتي، راه فيه ما يفيد الصراحه. اخواتي كاين هنايا بحال الزيت داير اورو 19، ها انتم الزيت داير اورو 19 نيتو وبالضريبه بروتو اورو 27. شفتوا البنات هنايا الليترو، وكاينه هاد الزيت هادي نيتو دايره 18 اورو 99 بروتو 20 اورو و32 الغزالات. يعني الصحابين اللي عندهم ريستورات وداك الشيء كياخذوا شويه قلوا، حنايا اللي كناخذوا الوحده كنخلصوا شي حاجه ديال الضريبه عليها. هاد اللوبيا هكا الا كانت عندكم شي حفله، كان عندكم شي اسبوع او لما للحفلات وما للعراسات وما لذوك اللي كيقيموا داك الشيء، راه كيجيو من هنا كياخذوا هاد الشيء. نتوما شوفوا كان عندكم شي حفله شي عرس وكان خاصكم يعني لي سالاد، غير باش تديو فكره من هنا للقدام. المهم البنات بالضريبه 5 اورو و58 بلا ضريبه 4 اورو 69. هاد 4 اورو 69 كياخذوها الناس اللي عندهم الريستورات وعندهم ديك الكارطه كياخذوا شويه ناقص. ها انتم البنات خيزو اللوبيا الزيتون كذلك في قطيات كبار عطار الله. المهم البنات هاد البلاصه هادي نتاع الكرو، وبغيت نوريها لكم حيت انا كناخذ منها بزاف نتاع الحوايج اللي فيها رخاص، وبالاخص في رمضان ما نعاودش لكم كنجي انا والصديقات ديالي كناخذوا البنات هنايا الصراحه ما نعاودش ليكم. الناس ديالي بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الثومه بزاف 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 كيستعملوها ودائما عندهم ولا كيجيبوها وكتخسر ليهم، كاينه البنات هنايا دايره 3 اورو و52 بالضريبه بلا ضريبه 3 اورو 29. كاينه هذه المقطعه بحال هكا غتقدر يمكن هي اللي دايره 4 اورو 27، وهذه دايره 3 اورو و52 البنات غتكون فيها واحد نص كيلو. وغادي نوريكم هنايا البنات هنا كاينين الحوايج اللي ما مكتوبينش عليهم حلال ما تاخذوهمش. كاينه البطاطا هنايا عاوتاني البنات دايره 4 اورو 70 فيها البنات 2 كيلو ونص، يعني الصراحه رخيصه يعني بحال اللي كتدي نص كيلو زايده. لان
دايره البطاطا فريت غي هذيك الرخيصه دايره اورو 99 يعني هذه كتقام رخيصه 2 كيلو ونص بالبنات شحال قلت لكم 4 اورو 70 بالضريبه بلا ضريبه اللي عنده ديك الكارطه 4 اورو 39 هادو البنات كيف ما كتشوفوا معايا كتقام شويه رخيصه يعني نص كيلو كناخذها انايا باورو 99 يعني نصف كيلو ونص كيلو هي كيلو هي 4 اورو وزيدوا عليها وانتم غاديين وضربوا حساباتكم في راسكم يا البنات كاينه هادي هكا هادي العاديه ها هي اخواتي نوريكم ها هي 2 كيلو ونص هذا هو الثمن ديالها 4 اورو 70 بالضريبه البنات وكاينه هاد البطاطا هادي حتى هي اللي مدوره هكذا اللي كتعجبو هاد البطاطا هادي ها هي اخواتي الكريمات دايره 5 اورو 55 بالضريبه وبلا ضريبه البنات 5 اورو 19 وكاينه هادي بحال اللي كنديرو كنحشوها في الفران دايره 5 اورو 87 بالضريبه وبلا ضريبه 5 اورو و 49 الزلاس ديالي كاين هاد الكالامار ديال هذا ديال سيبويا ولا ديال البصله البنات اللي داير 7 اورو و 16 سنتيم البنات فيها كيلو بالضريبه 7 اورو 16 سنتيم ونيتو ب 6 اورو و 69 هذه البنات فيها كيلو هذه اللي فيها لداخل البصله كتجي بحال الكالامار بالنسبه لهذا الشيء هذا الا ما مكتوبش عليه حلال ما تاخذوش هذا الشيء راه ماشي حلال ما تاخذوش ما تاخذوش كاين هذه البنات نتاع الموتزاريلا البنات اللي دايره 11 اورو و 44 بالضريبه بلا ضريبه 9 10 اورو و 69 البنات ها هي البنات فيها كيلو الصراحه الا جيتو تديو غير بكيه غير صغيره كتاخذوها بواحد 3 اورو ها هي ديال الموتزاريلا البنات ها نتوما الا كتعجب الوليدات ديالكم الصراحه الثمن ديالها الصراحه معتبر هذا الشيء البنات ما تاخذوش هذا الشيء راه ماشي حلال ما مكتوبه عليه لا حلال لا حتى شي حاجه اخواتي هادو البطاطس هنا كيف ما كتشوفوا هاد البطاطا هادي كاينه هاد البطاطا هادي اللي خواتم على هاد الشكل هذا ها هي هاد البطاطا هادي اللي خواتم البنات دايره 7 اورو و 80 بالضريبه 7 اورو و 80 بالضريبه وبلا ضريبه 7 اورو 29 بالنسبه اللي عنده ديك الكارطه ها هي اخواتي الكريمات وبالنسبه للكالامار كان واحد الكالامار اللي كان شنقول لكم من نهار عرفت هاد افباك وهو كيجيبه العام اللي فات بدلوه هذا بدلوه ما بقاتش نفس الشركه دابا البنات جابوا عاوتاني هذا كالامار ديال الحوت كالامار هذا كالامار فيها البنات 2 كيلو دائما كنشريه وكنشريه بزاف في رمضان حيت كنزيد مزيان به الطبله وكنساعد بها وكنتعاون بها وكندير منها الراجل ملي كيمشي للخدمه كندير كنقليلو كنديرو كندير ليه في الطاسه داير 8 اورو 55 تصوروا معايا الكالامار 8 اورو 55 فيه 2 كيلو شوفوا البنات ها هو و هذه بالضريبه وبلا ضريبه 7 اورو 99 اخواتاتي شفتوا هنايا سميتو كاينه سبيناكا السبانخ ها هي السبانخ كامله مجزاه يعني السبانخ مجزاه يعني هي ديرينها طريفه طريفه طريفات يعني ملي كتحلي الميكا كتجبدي بحال هكا تروسو مكور ها البسكوت ها نتوما شفتوا البنات الثمن ديالها دايره 5 اورو 69 بلا ضريبه وبالضريبه 6 اورو و 9 سنتيم البنات فيها 2 كيلو ونص وكاين هذا البروكولي هذا البنات اللي داير بالضريبه 6 اورو و 20 فيه 2 كيلو ونص بلا ضريبه 5 اورو 79 شو اخواتي غادي نجيكم المعقول هنا عندهم الحوت رخيص ورخيص بزاف بحراره البحراره قدها قداش كبيره بوزروك كل اللي كيقول لي البحار كل اللي كيقول لي بوزروك البنات شعري كيخرج ليا من الدره شوفوا البنات قدها قداش البنات فيها كيلو 5 اورو و 49 بلا ضريبه وبالضريبه 5 اورو 87 البنات عندهم هنا الحوت رخيص بزاف عندهم الثمن ديالو هنايا لا علاقه باسمنه وحده اخرى السوريمي هنايا السوريمي هاد السوريمي هذا فيه كيلو البنات عرفتوا شحال داير داير 5 اورو 34
5 أورو 34 و4 أورو 99 بلا ضريبة. ها هو الغزالات ديالي راه فاش ما كانش الغلاء كنا كنشيوه غير 4 أورو شي حاجة. دابا فاش طلع كلشي حتى هو طلع. بالنسبة هنايا البنات الكالامار، كالامار البنات داير 7 أورو 48 وبالضريبة 6 أورو 99. ها هو 6 أورو 99 البنات، غتكون فيه يا إما 700 غرام البنات يا إما غادي تكون فيه كيلو. ما نظنش غتكون فيه شي 700 غرام، أي 700 غرام حيت مولفة أنا كنشري. ها هو كالامار كنخيلاضو. وكاين هذا دايره البنات 6 أورو 49 بلا ضريبة وبروتو 6 أورو 94. ها انتوما كيف كتشوفوا هذا غادي تكون فيه 700 غرام. ها هي 700 غرام اخواتي البنات. كاين هذا الالاسكا هذا فيه كيلو، شوفوا هذا فيه كيلو. ها انتوما صوروا معايا هذا فيه كيلو، 1 2 3 4 5 فيه 6 الوحدات، ياكل البنات ب 4 أورو و99 بلا ضريبة وبالضريبة 5 أورو و34. شتو عندهم يعني أثمنة الصراحة جد مناسبة جدا. بالنسبة للقنبة هنا البنات، كل ما القنبة كانت كبيرة كتكون طالعة في الثمن. كاينة القنبة الكبيرة وكاينة القنبة الكحلة اللي كتولي حمراء، يعني ما بين 16 و14 أورو. وغنوريكم القنبة اللي بثمن زوين. وهنا عاوتاني كاين هاد الحوت هذا، ها هو اللي رخص من هذا. ها هو هنايا كل كياخذ على قد الجيبه. هذا البنات حتى هو اللي غادي تكون فيها اشكون فيه حتى هو واحد 800 غرام. ها هو فيه 800 غرام، 5 أورو 66 بالضريبه بلا ضريبه 5 أورو و25 البنات. هنايا الكامبا على حساب، هذه كبيره بزاف البنات، هذه كبيره بزاف شتوها. وكاينه هاد القنبة هادي عاوتاني على حساب، كاينه هادي اللي في الوسط طيره البنات 8 أورو و79 بلا ضريبه، نيتو بروتو 9 أورو و41. يعني الكالامار اويلي الكروفيت، ها هو قنباس صراحه كبيره شتو فيها 750 غرام. هادي وهادي اللي كبيره شويه عليها، هادي اللي كبيره عليها شويه، شوف هادي راه كبر من هادي. هادي البنات دايره 11 أورو و12 سنتيم بالضريبه بلا ضريبه 10 أورو و39 اخواتي. يعني هنا حتى القنبة عندكم زعما الغاليه والرخيصه. وكاينه هادي ديال الباكيت هكا دايره 11 اورو بالضريبه بلا ضريبه 10 أورو و29. كاينه هادي او ثاني، وكاينه هادي فيهم الاشكال والانواع، هادي شويه رخيصه. هاد الباكيت هادي البنات نتاع قنبة اللي هي بنينه وزوينه، فيها البنات بلاتي نشوف شحال فيها، فيها 800 غرام. ها نتوما 800 غرام، ها هي ب 8 أورو 87 بالضريبة بلا ضريبة 8 أورو 29. ها هي بغا باش تأكدوا شتو خواتاتي، هي هادي ها هي. وكاينة هنا اللي شوية هادي زايدة عليها بأورو، وهادي زايدة عليها بجوج أورو حيت كبيرة شتو. كاينين طريفات نتاع سالمون اللي فيهم 4 نتاع الوحدات، ها هما فيها البنات ما شحال من غرام البنات. هادي وهادي ما بين 7 و8 أورو بالضريبه، ولكن البنات فيهم 2.5 كيلو، ايوا ديري فريغو ونساي. هادو البنات والله العظيم كندير بها طاجين، كندير بها اي حاجه بيتزا البنات كتبقى زوينه. الزفيبل دايره 6 أورو و41 راها غير زادت تغلات، ولكن الا جيتو ديروا الفرق مع لي سوبر مارشي غتلقاو هنا الرحمه ديال سيدي ربي. 6 أورو و41 البصله هادي البنات، هاد البصله هادي فيها 2.5 كيلو، كتنفعني كتنفعني، ما كنبغيش كاع نشري هذيك الا شريت كنشري واحد 2 كيلو كنخليها، ما ربما الا احتاجيتها طريه بحال هكا في الشلاضه. اما البنات في العماره ديال الخبز كتجي واعره، انا كنت كنشريها بزاف حتى في رمضان، كتجي في الكوكوط، كتجي في الطاجين، كتجي زوينه بزاف والله حتى كتجي واعره. البنات ها الموتزاريلا كودا كيف ما كتشوفوا بالضريبه دايره 11 اورو وسنتيم ونيتو 10 أورو و29 اخواتي. ها انتم فيها 2 كيلو، وإلا بغيتوا اللي طايحه عليها شويه انا كناخذ هذه، كناخذ هذه دايره بالضريبه 9 أورو و30 فيها 2 كيلو و8 أورو 69 بالنسبة للناس اللي عندهم ديك الكارطة باش كيتقداو، أولا اللي كتكون عند راجلها، أولا إلا عندك شي مشروع، أولا إلا عندك ديك الكارطة
المهم الا عندك ديك الكارطه كتاخذي بها 2 كيلو. هذا البنات مجرب كناخذوا بزاف على هذا، هذا شويه ناقص على الاخر بجوج اورو. هذا البنات رخيص وكيذوب واعر والله حتى خطير البنات، وكيطيح رخيص بزاف، كيطيح رخيص هذا الفرماج، هذا كيطيح رخيص. البنات هذا داير 5 اورو 45 بروتو، ها هو 48 في 100 فت، فيه 50 وحده، 50 وحده اخواتي مارك غودا اللي ماركه معروفه، 5 اورو 45 البنات بالضريبه، بلا ضريبه 5 اورو 9. مهم اخواتي دابا غادي نجي معكم الموضوع المهم اللي كلشي كيسولني عليه، كيسولوني في الانستغرام، كيسولوني في لي كومونتير اللي كنتلاقاها كتسولني، اللي شنو هو الفرق ما بين المانيا والعيشه في بلجيكا، ما احسن واش المانيا ولا اللي حسن بلجيكا. البنات انايا عندي الصديقه ديالي عايشه هنايا، كانت عايشه هنا ورجعت بدلت لبلجيكا، قلت لها قولي لي الفرق، يعني شنو الفرق، شنو بان ليك الفرق. حنا غنهضروا على الماده، الانسان كتجيبو غير الماده، ما نحشمو ما نستحياو، حنا جايين على الفلوس. من ناحيه المساعدات هنا المانيا كتدعم حسن من بلجيكا، علاش؟ قالت لك هي مثلا عندها جوج وليدات، قالت لي كنت كناخد عليهم في الاول غير 300 وشي حاجه، ويلاه ولاو كيعطيوني عليهم هما بجوج 400 اورو، يعني بحال هنايا الولد الواحد دايرين له 250 اورو، فهمتوا؟ وراه من هنا لقدام قال لك غادي تزاد تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، غادي يدخل العام الجديد وقال لك غادي يزيدوا فيها، فهمتوني؟ بالنسبه للمساعدات المانيا معروفه في اوروبا كتدعم مزيان مزيان، يعني مقارنه مع بلجيكا، يعني الانسان الا جاي على زعما سميتو اللغه اللي خلعكم اللغه، راه الناس اللي كيجيو يدمروا راه كيمشيو للشركات ما كيحتاجوش اللغه، فهمتوني؟ اللغه بغيتي تقرايها قرايها، ما بغيتيش تقرايها ما عندها فاش تنفعك، بالاخص هي ماشي ما عندها فاش تنفعك، هي راه كتنفع، هي اللغه زوينه وكل شيء، ولكن راه الا ما قدركش الله وما قديتيش تعلميها ولا جاتك صعيبه، راه ما راه ماشي زعما عائق كبير، راه انا عندي 8 سنين وغير كنخربق، ماشي حتى كنهضر كنخربق. بالنسبه اللي بحال المقديه وداكشي بحال اللحام الفرماج وداكشي عندهم هما شويه رخيص علينا حنا، حيت حنا فاش كنمشيو كنجيبو من عندهم. عندهم الكرا حتى هما عندهم ازمه ديال الكرا، عندهم الكرا غالي، قالت لك بحال مثلا اللي كيربح مزيان راه ما كيخلصوش في الكرا، بحال هنا اللي ما كيتخلصش مزيان كيتساعدوا معاه في الكرا، ولكن انا اللي كنعرف شخصيا وعن تجربه الالمان كتدعم يعني ماديا احسن من بلجيكا، وهي معروفه بالدعم ديالها، الله يخلف عليها ويجازيها كل خير، ويختي ويسخيها ويبقى يزيد يسخيها ويسخيها، هذا الشيء اللي عطى الله. المهم كنهضر معكم ضحكه ناشطه، راكم عارفين اختكم بنت الشعب. صافي هذا الشيء اللي كاين البنات، صافي هذا هو الفرق، الشتا والبرد، الشتا والبرد، اللغه هنا اللغه هنا، كاينه الجهه انا اللي فيها صاحبتي كيهضروا ديك الهولنديه، قالت لي اللغه صعيبه، وإلا مشيتي لبلجيكا في الوسط كتهضري الفرنسي. هذا الشيء ما كان اخواتي، نتمنى. المهم انا قلت لكم وانتم غادي تعرفوا راحتكم فين، وكل غيعرف صلح بلاده. انا راه قلت لكم اللي كان وانتم غتعرفوا اخواتي باختصار، اخواتي الكريمات خليكم ان شاء الله. صافي سكتينا عرفناك شعلتي، اخواتي الكريمات خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم ويحفظكم، وكثروا لي من اللايكات والكومونتيرات.